حلول جذرية لمشكلة المياه في أمانة العاصمة، والتخفيف من حدة الاستنزاف الجائر لمياه حوض صنعاء محاور رئيسية ركزت عليها ورشة عمل نظمتها أمانة العاصمة بالتعاون مع البنك الدولي. نحن نريد أن نخرج من هذه الورشة ببرنامج تنفيذي لخمس سنوات يتناول موضوع المياه، بدءا من الموضوع البسيط وهو واية المي وكيفية نقله، إلى حفر البئر، إلى تنظيم ما هو متاح، إلى حصاد مياه السيول. وفي اعتقادي بأننا إذا تعاملنا مع موضوع المياه لخمس سنوات في صنعاء سنصل إلى وضع مثالي نموذجي يمكن يعني يحقق الأمان لمستقبل هذه العاصمة صنعاء. عدم التناسب بين ما يتم سحبه من مياه حوض صنعاء ونسبة التغذية من مياه الأمطار تعد واحدة من أهم المشاكل وأخطرها التي تعاني منها اليمن، إضافة إلى النمو السكاني في مدينة صنعاء والهجرة الداخلية من الريف إلى مدينة صنعاء التي تمثل ضغطا إضافيا على مورد المياه الاحتياطية الجوفية الوحيد. حوض صنعاء معدلات السحب من الحوض تتجاوز معدلات التغذية بأكثر من 250%. الحفر العشوائي وغير المقنن غير المرخص هو من أعلى المعدلات في صنعاء. صنعاء تواجه ضغط هائل من النمو السكاني الذي يتجاوز 7%، هو أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. الورشة أكدت إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية لا محالة، وخاصة في ظل استمرار الحفر العشوائي للآبار الارتوازية. يعني حلول موجودة بأيدينا، بس هل في قدرة نحن نطبق هذه القوانين الموجودة إنه نحد من 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 الحفر العشوائي؟ عدد الحفارات في اليمن يفوق عدد الحفارات في يمكن في نص دول العالم، يعني الهند ما عندهاش الحفارات اللي عندنا والصين، يعني ففي عندنا مشكلة، في عندنا مشكلة كبيرة. منسوب المياه يعني في 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 هبوط متسارع، يعني من 7 إلى 8 أمتار سنويا، وهذا يعني يشكل عبء كبير علينا كمزارعين. يعني كل سنة نحاول إلى التعميق الأكثر والبحث عن المياه الذي نستطيع أن احنا نحصل على يعني توسع زراعي الذي يغطي يعني يغطي معيشة المزارعين. استنزاف المياه مشكلة تؤرق الجميع في ظل انعدام حلول وعدم تبني أي خطوات أو إجراءات لمواجهة هذه المشاكل التي تستوجب الحيلولة دون وقوع المحذور. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. من أجل تقييم